مين الأفضل على المستوى المحلي؟ مدير فني. المحلي كلهم كويسين بأمانة يعني، بس واللي خد مش عايز زعل حد. لا لا، هم كلهم حبايبي، بس اللي خد بطولة كابتن خالد جلال. خدنا كاس مصر مع بعض يعني، فأما جه فكانت برضه بطولة، دي كانت أول قيادة لي للنادي الزمالك. فكانت بطولة مهمة جدا، كانت نهائي الزمالك وسموحة. وخدنا الكاس، فطبعا كانت فترة كويسة. واشتغلنا فترة تانية مع بعض، بس للأسف ما كانش فيها توفيق. لأن هو أنا شايفه أنه اتظلم فيها جامد جدا الكابتن خالد. بالنسبة للعيبة، في لعيبة عرفت أن هي هتمشي وما كانش يعني، كان الموسم بينتهي وحاجات كتير حصلت يعني. كانت الفترة بالنسبة له اللي هي الفترة التانية ما كانش موفق فيها، ما كانش فيها توفيق. وده وارد انه بيقابل كل المدربين يعني، على حسب المرحلة، حسب النجوم أكيد. كمان بس انا شايف المدرب المصري مدرب يعني مهم جدا يعني، يعني ناجح في حاجات كتير جدا يعني، قرب من اللعيبة بشكل كويس طبعا. فيعني انا يعني سعيد بان انا يعني اتعاملت مع كل الناس دي.